مساء الخير أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. هلا اليوم عنا بودكاست كتير مميز. طبعا كل شيء نحن عم نحاول نشتغله عم بيكون مميز، ونحن عم نسعى دائما نكون تواصلنا حلو مع الجميع ونوصل أفكار حلوة. فاليوم عنا صديق عزيز الأستاذ أحمد أبو إسماعيل. أهلا وسهلا فيك معنا بالموسوعة الهندسية، بودكاست يا الموسوعة هلا الهندسية. طبعا يا هلا للتعريف بيك. عن الأستاذ أحمد، هو التعريف غني عن التعريف، كنا أصدقاء وما زلنا أصدقاء رغم أنه انقطاع التواصل يعني، وهي بحكم أشغاله هو وبحكم أشغالنا نحن، بس نحن وقت اللي بنلتقي كأنه ما غبنا عن بعض، بنتمنى لقاء يعني بالأمس فقط إما بالنرويج وإما بالجزائر إن شاء الله، إن شاء نتمنى الله يا رب. اللقاء هني. وأنا من فترة كنت موجود بجزر الكناري، كنت قريب منكم يعني نوعا ما. نوعا ما بيناتنا شوية مسافة. إيه، ف كنا سوية بأنشطة تطوعية بمدينة السلمية بسوريا اللي تابعة للمجلس الإسماعيلي هني، وكنا بمدرسة علي بن أبي طالب بالثانوية، درسنا سوا بنفس الصف، وكانت يعني في جملة من الأنشطة الأستاذ أحمد يندفع للعمل التطوعي بشكل مستمر. هذا الشيء خلانا نتصادف بالعديد من الأنشطة بسوريا، وسافر قبل مني. إذا أستاذ أحمد تحب تعرف نفسك للجمهور. الله يسلمك يا ابو حميد. اول شيء انا سعيد بهذه الفرصه انه عم بتواصل معك. مثل ما حكينا نحن صح، كان في مده زمنيه طويله فصلتنا عن بعض، لكن وكانه اللقاء الاخير كان بالامس فقط. نتيجه انه المشاعر هي واحده، هو هي واحده، المنشا هو واحد، البيئه هي واحده، بالتالي هذه الصداقات هي التي تستمر رغم المسافات البعيده ورغم الاوقات البعيدة والعصيبة التي ما قدرنا نتواصل فيها. يعني لم نشهد لحظات وداع ولا لحظات لقاء، لكن المحبة تدوم بالقلوب. فباختصار طبعا أنا يعني بكل تواضع لست تلك الشخصية الكبيرة والعظيمة، لكن أسعى لأن أكون شيء أو أترك بصمة بهذا المجتمع. بدل ما تفضلت، أنا يعني كنت بمرحلة من المراحل أعمل بالعمل التطوعي، وكنت يعني مندفع للعمل تجاه المسرح مع فرق الأطفال بالأعمار الصغيرة. خلينا نقول اشتغلنا بعدة أنشطة ثقافية بمدينة سلمية، حاولنا نشتغل على كتابة السيناريو المسرحي بعدة مواقف. درست اللغة العربية طبعا في جامعة حمص، وأتممت الدراسة هنا في الجزائر في جامعة الجزائر. الفرع الأكاديمي كان مؤثر جدا علي، يعني بطبيعة الحال اللغة العربية كانت هي جزء لا يتجزأ من يومياتي، وبالتالي كنت قريب من الأدب، كنت قريب من الرواية، من القصة، وهذا ما دفعني بعام 2015 تحديدا لأن أكتب القصة القصيرة جدا. كان قبلها طبعا في محاولات من الكتابة النثرية في الخواطر وإلى ما هنالك، حاولت طبعا بلورها بكتابة القصة القصيرة بعد القصة القصيرة جدا، وبعدين توجهت إلى عالم الرواية، والحمد لله نشرت 3 روايات إلكترونيا طبعا، ونشرت رواية ورقية، والحمد لله ما تزال المساعي موجودة والسعي في هذا المضمار موجود. فالكتابة باتت جزء لا يتجزأ من حياتي. يعني أنا اليوم رغم كل الأعمال اللي هي ربما بعيدا عن الأدب بحكم أنه في الجزائر لم تكون هناك الفرص المتاحة للعمل في الأدب، ولكن الحمد لله يعني لا يزال هناك متسع لكتابة الرواية ومتسع لكتابة القصة ومتسع للمشاركة في بعض الأنشطة الثقافية هنا في الجزائر. والسعي موجود، دائما الإنسان بالسعي يصل إلى ما يحقق. وباختصار كاتب متواضع، وأتشرف بجمهورك وأتشرف بهذا اللفت اللطيف اللي أهمها أنه شفناك بخير وسلامة، وثانيا أنه نتعرف على جمهوركم اللطيف صديقي العزيز.
طبعا احنا لنا الشرف انه نرجع نتواصل عن جديد، وان شاء الله تكون اللقاءات مستمرة. هلا انا عندي إن شاء الله. الله يسلمك يا رب، عندي مجموعة من الأسئلة حابب نتناقش فيها نحكي فيها. اول سؤال عندي اياه انه شو السبب اللي خلاك تتوجه للكتابة الأدبية بالوقت اللي هلا بهالفترة هي عم يتناقص عدد القراء وعم يرتفع سعر الكتاب المطبوع، أو حتى الكتاب الإلكتروني عم يكون سعره كبير نوعا ما، والجيل الجديد كله متوجه للسوشيال ميديا وبيحب قراءة التعليقات وبيحب قراءة المنشورات القصيرة بعيد عن أمور الكتابة التقليدية الكلاسيكية الكتب العادية، عم بيبتعد عن هذا المجال الجيل الجديد. صحيح، هذا الكلام صحيح وبقوة. انخفاض عدد المقروئية واضح، وحتى هذا عم نلمسه في معارض الكتب. يعني ملايين الإصدارات عم تكون في العالم العربي من الترجمات وغيرها، وإنما المبيعات عم تكون قليلة. أما الدافع، خلينا نقول باللي كان في البداية، هو دافع ذاتي. يعني لكل إنسان في الحياة رب العالمين بيعطيه موهبة. في ناس أبدعت في الرسم، في ناس أبدعت في الشعر، في ناس كان لها مراق في التمثيل. لكل إنسان هناك ميزة وخاصية تميزه عن غيره من الناس. شخصيا وجدت في الكتابة بر واسع شاسع متسع لتفريغ طاقة داخلية في ظروف مراهقة عشناها في بلد كان يعيش على سطح ساخن، فكانت الكتابة هي مساحة آمنة. الكتابة دائما تمنحك فرصة لأنك تخلق عالم موازي للعالم اللي أنت عايش. طبعا هذا كدافع شخصي، أنك أنت تهرب من هذا الواقع إلى مجموعة من الشخوص، إلى مجموعة من القصص والحواديت التي تكتبها بشكل شخصي، تخلق عالم خاص لك وتبدع فيه. مثل ما تفضلت وكلامك دقيق بأن المقروئية قلت والتوجه نحو الكتاب قل، لكن يبقى الكتاب رغم مرور العصور هو مرجعية للناس. يعني حتى لو حاليا قل، لكن الوعي لا يزال موجود. يعني نحن دائما نعول ونراهن على جيل جديد، جيل يستطيع صناعة تغيير. فأنت من خلال الكتابة يمكن أن تزرع أمل ولو بنسبة 1%، وكما قال المثل الشهير، أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام. أنا أتفق بأن اليوم ب 2023 عدد القراء قل عن 1980 و 1970 و 1990، لكن هناك قراء، فأنت تعول على هذه الشريحة من المجتمع لزراعة قيم جديدة، لزراعة فكر جديد من خلال كتابتك الأدبية. لكل إنسان له حق في صناعة التغيير، وهذا التغيير يشمل ضحض كل ما هو كلاسيكي، خلينا نقول كل ما نشأت عليه الأجيال من أفكار بالية، سواء في معتقداتها السياسية أو حتى في معتقداتها الدينية، في صيغة تنويرية. هدف الكاتب دائما هو زراعة أثر وبصمة في هذه الأجيال. فالتوجه والسبب الرئيسي أن تترك بصمة من خلال موهبة أعتقد أنها موجودة لدي. يعني أنا أجد أنه لدي مساحة جيدة وأسلوب لا بأس به، وأستطيع تقديم شيء جيد لهذه الأجيال، فأنا أحارب حتى الرمق الأخير. لكل إنسان سلاحه، وأنا من خلال الكتاب الروائي أستطيع أن أقدم رسالة مهما كانت بسيطة. طبعا أنا لا أدعي العلم الكبير ولا أدعي المعرفة الكبيرة، وإنما بما استطعت إليه سبيلا أحاول زراعة التغيير في هذه الأجيال، في شيء يمكن أن يترك أثرا في جيل قادم. يمكن أن يقال بأن هذا الكاتب فتح أمامي آفاق جديدة، هذا الكاتب جعلني أطلع على المستقبل. يعني حتى أنا في رواية ماذا لو قتلت أبي الصادرة عن منشورات دار الرمى، كان فيها نبوءة استشرافية، أو دعنا نسميها الكتابة الاستشرافية، في تخيل الواقع القادم من ثورة للروبوتات ودخولها في عالم الديستوبيا والخيال العلمي، وخلق زمان جديد، وفتح آفاق التصور بأن هناك مستقبل مغاير تماما عن الحاضر الذي نعيشه. فيجب أن يكون القارئ على وعي بأن الحال الراهن هو متغير ولا يوجد ثبات. يعني لو نرجع نحن 10 سنين إلى الوراء،
اليوم السوشيال ميديا في ثورة رهيبة لم نكن نتوقعها، أن نقوم بهكذا مقابلة في إعدادات بسيطة من خلال جهاز كمبيوتر أو تليفون أن تعد برنامج كاملا، بينما كان قبل 10 سنوات الاتصال من بلد إلى بلد كان كارثة، كانت الناس تدفع مبالغ طائلة. اليوم هذه الثورة في تطور، فبالتالي أنت من خلال تصورك من خلال أفكارك يمكن أن تزرع في القارئ شيء تجعله متنور أكثر، أكثر وعيا، إدراكا لما يجري من حوله من خلال الكتاب الإبداعي. فالسبب الرئيسي هو تقديم رسالة لهذا المجتمع إن استطعنا إلى ذلك. بالنهاية لا ندعي العلم، وإنما ندعي أننا نعرف جزء من الحقيقة وليس الحقيقة. طيب أستاذ أحمد، هلأ شو هي الصعوبات اللي ممكن تواجه أي إنسان طامح لحتى يكون كاتب معروف؟ وهل الواقع يساعد الكاتب لحتى يقوى بموضوع الكتابة، ولا بيترك هذا كهواية أو كهوبي بعقولتي بالمراجع، يشتغل هاي الشغلة كهوبي أو كهواية إلى آخره؟ شيء غير احترافي في الحقيقة. خلينا نكون واقعيين، من ناحية أن الواقع يساعد هذا الشيء ما هو كثير، يعني ليس له هذيك القبول، مثل ما حكينا أنه في قلة بعدد المقروئية وفي عدم انجذاب للقراءة بهذه الفترة. ولكن أي إنسان صاحب حلم، أي إنسان صاحب هدف، أي إنسان يسعى لتحقيق هدف، فالواقع هو من يصنع الواقع وليس الواقع من يؤثر عليه. طبعا مجال النشر الورقي، خلينا نقول لانه عمليا النشر الالكتروني وصارت في هذا الموضوع لاحقا، لكن خلينا نحكي عن مجال النشر الورقي والصعوبات. اولا الخطوط الحمراء كثيره في عالم النشر، يعني ربما يقول لك انه لا تتطرق للسياسه بحكم اننا محكومون بطواغيت في العالم العربي، يعني عباره عن ثله من القتله تحكم في العالم العربي فتمنعك من ابداء رايك السياسي. هناك ايضا التوطن الديني، يعني لديك ايضا لا تستطيع اجتياز بعض الخطوط الحمراء في الدين فيعتبر النص يعني مرفوض. ولديك اهم واخطر شيء وهي الامور الجنسيه، يعني بالنهايه كمان هناك عوائق كبيره تحت اي بند يقول لك هذا يخدش الحياء العام والى ما هنالك. فامام النشر الورقي هناك عوائق كثيره، بدايه بالخطوط الحمراء، ثانيا ظهور فئه خلينا نسميها مرتزقه في عالم الادب، وهم مجموعة من الناشرين الذين لا يعرفون شيء عن النشر، لا من قريب ولا من بعيد، وليس لهم أي صلة بعالم النشر، وإنما مجموعة من التجار استطاعوا من خلال مجموعة من الدولارات فتح دور نشر وإعلان عن أشياء سخيفة كالنشر بالمناصفة والنشر على حساب الكاتب. يعني من أكثر الصعوبات اللي بتواجه كتابنا الحاليين أو الكتاب الجدد أو ما يسمون بالكتاب غير المكرسين، أنه أنت اليوم لحتى تنشر عملك اللي أنت ربما يتجاوز 200 صفحة، وأنت هذا العمل وضعت فيه ثقلك ووضعت فيه مجهود من مشاعر من أفكار، أنت ستدفع أموال فوقه لنشره، لناشر بالنهاية بالنسبة له المادة الأدبية هي سلعة تجارية. تسليع الأدب وتسليع المادة الأدبية هي أهم وأخطر الصعوبات التي تواجه الكاتب، يعني بيتحول الموضوع الى بزنس از بزنس، يعني انت تقدم ماده للتجار بها، وهذا الشيء غير منطقي حتى في عالم التجاره. انت تقدم جهد في كتاب، الناشر يمول هذا الكتاب ويصنع منه كتاب حقيقي، ويتم بيع هذه الماده لقارئ يحتاجها، وانت والناشر تقتسمون هذه الارباح. هذه عمليه تجاريه منطقيه، اما انت تدفع على حسابك والناشر هو من ياخذ النسبه الاكبر، وبالنهاية عملك عبارة عن أنك تدفع أموال دون مقابل، فبالتالي هذه صعوبات كبيرة وليس بطاقة أي كاتب أن يربح من كتاباته بهذه الصعوبة. من الوسائل التي أنصح بها جميع الكتاب التوجه في البداية لتأسيس قاعدة جماهيرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال مواقع يعني تهتم بنشر المقالات الأدبية، والسعي دائما خلف المجلات الثقافية التي تعنى بالكتاب. يعني عمليا يمكن أن تصنع قاعدة جماهيرية، يمكن أن تصل لعدد أكبر من القراء اعتمادا على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتمادا على مجموعة من الصحف الكثيرة طبعا
التي تنشر لك وبمقابل مادي، يعني مثل مجلة فيصل السعودية، الدوحة الثقافية، الشارقة الثقافية، هؤلاء يأخذون منك المادة تكتب لهم بالقطعة، وبالتالي أنت أمام يعني فرصة عمل حقيقية من خلال أعمالك الأدبية. صناعة قاعدة جماهيرية ليس بالأمر السهل، لكنه ليس بالأمر المستحيل. فمن الصعوبات أيضا أن تحسن جودة المادة التي تقدمها لتصل إلى دور نشر تحترم المادة الأدبية، وبالتالي تستطيع أن تحقق أرباح من كتاباتك. هذا الكلام في ظاهره بسيط، لكن في واقعه كفاح مسلح. أنت اليوم أمام مجموعة من التجار ينظرون إلى عملك الأدبي على أنه مادي وسلعة تجارية. كيف تستطيع تجاوز هذه المرحلة برفع السوية الأدبية، برفع المادة الأدبية التي تكتبها وتقديمها لناس تقدر هذا الشيء؟ وعلى سبيل المثال دار الآداب في لبنان، دار الرواق في مصر، دار دول المصرية، دار المتوسط، وهناك دول كثيرة تعنى بالأدب حقيقة، وتستطيع من خلالها أن تصنع لنفسك اسم حقيقي وأن تصل إلى جوائز عظيمة في العالم العربي، مثل البوكر التي تشرف عليها الإمارات، أو جائزة كتارة للرواية العربية، أو جائزة الشيخ زايد طبعا أيضا في الإمارات، وتحقق أرباح حقيقية. يعني هذه الجوائز تمنح الكتاب مبالغ لا بأس بها، تصل إلى حد 20,000 دولار أو 30,000 دولار، وأنت يعني بمجهودك الشخصي يجب أن تقدر القيمة الأدبية وتؤمن بهدفك، وستصل حتماً، رغم أن هناك الكثير من المعوقات وكثير من المحبطين. وتواصلت مع عشرات دور النشر، وأنت أمام إجابة يعني أسطواني مشروخة كما نسميها، يجب أن تدفع حتى يدفع لك. في عالم الأدب أنت تقدم مادة أدبية، أنت تقدم جهد، لا تدفع مقابل جهدك، تدفع فوق جهدك مقابل أنك تربح، أنت هنا تخسر. هذه عملية تجارية خاسرة. حتى في عالم التجارة، إن دفعت لناشر مقابل أن ينشر لك، أو دفعت مقابل لقاء صحفي في مجلة ما، أو دفعت أي شيء فوق جهدك الأدبي، فأنت هنا يعني عمليا تخسر خسارة حتى إذا قسناها على الميزان التجاري. فالصعوبات موجودة، لكن المستحيل ليس موجود. من يؤمن بأن لديه حلم، ومن يؤمن أن لديه موهبة، ومن يؤمن بأن لديه قلم حقيقي ولديه رسالة حقيقية، لن يتراجع. وهؤلاء يعني مثل ما هو متوقع، هي دور نشر زائد. بالنهاية ما بني على باطل فهو باطل. النشر سوق حقيقي لبيع الكتاب، نعم، لكن بنفس الوقت لدينا قامات أدبية كبيرة مثل واسيني الأعرج، مثل الراحل حيدر حيدر، مثل مجموعة كبيرة من الكتاب، الراحل أحمد خالد توفيق. هذه التجارب التي عايشناها والتي عرفنا عنها لم يكن الأمر بالنسبة لهم سهلا، ولم يكن الطريق معبد بالورد طبعا، لكن بالإصرار، بالكفاح، بالإيمان بالأهداف، يستطيع الإنسان أن يصل، ويستطيع أن يتحدى هذا الواقع لدرجة أنه يستطيع تغيير الواقع ويترك علامة فارقة في عالم الأدب. تحية طبعا لعظام الكتاب مثل الدكتور أحمد خالد توفيق، واللي هو طبيب واستطاع في حرم مهولة أن يدخل أدب الرعب إلى الأدب العربي، يعني يعتبر إلى حد اللحظة هو عراب أدب الرعب. تخيل أن هناك بالأدب العربي لم يكن هناك شيء له علاقة بأدب الرعب. أحمد خالد توفيق ب 1993 أطلق سلسلة شهيرة بسلسلة ما وراء الطبيعة، واستطاع أن يقحم أدب الرعب إلى أدبنا العربي. واليوم نحن ب 2023، بعد 30 سنة لدينا تلاميذ لأحمد خالد توفيق يكتبون في أدب الرعب ويبدعون في أدب الرعب، وأصبح مادي يعني مطلوب لدى القارئ. يعني اليوم نحن أمام عشاق أدب الرعب أكثر من الأفلام، يعني في روايات إلى اليوم تطلب لحسن الجندي وكثير من الأسماء المصرية التي ذهبت في هذا المنحة، المنحة الفانتازي دعمنا. فأحمد خالد توفيق له علامة فارقة بهذا المنحة، كما كان للمغوط أثر في أن ينقل لنا الأدب الساخر إلى الأدب العربي ويصنع مقالة ساخرة. لنجد اليوم عشرات الكتاب ممن يستسيغون الكتاب الساخرة. لكل كاتب صنع علامة فارقة يبقى أثره، فالكاتب أهم شيء يسعى إليه هو ترك أثر وترك بصمة. أما مجرد الكتابة للكتابة فهذا يعني مرفوض جملة وتفصيلا.
طبعا انت هلك عم تذكرني بمحمد المغوط وقت اللي هو بيحكي وبيدخن وكذا. لو قال له عفوية اللي انا حبيت الدردشة معك، انسان مثقف وبتعطي لسانك حرية بالحديث. إن شاء الله تكون على طول مرتاح وبكل يلا المقابلات وبكل الأعمال اللي إلك يا رب. الله يسلمك ويبارك فيك. راح نسألك السؤال الثالث هيك، شو رأيك بالنشر الإلكتروني من خلال الكتب بصيغة PDF؟ ما بيساهم هذا الشيء بتضييع جهد الكاتب أو الناشر؟ صح. هلا هو دائما بالبدايات بيكون الانسان مضطر بطريقه او باخرى للنشر الالكتروني بهدف خلق قاعده جماهيريه. انت معي يا ابو حميد؟ تماما، أنا معك بهالنقطة كتير. تمام. ففي البدايات الانسان بيكون مضطر انه يكون بده يصنع قاعده جماهيريه، بده يوصل لاكبر عدد من القراء، لانه بحكم انه انت انسان غير معروف بالنسبه للقارئ فبتتخذ اول خطوه بالنشر الالكتروني. مثلا انا اول روايه نشرتها ب 2016 كانت بعنوان عتب على الذاكره، نشرتها في موقع اسمه موقع ورقه، واعتقد انه الموقع حاليا لم يعد موجود، يعني على الخارطه كل الويب سايت لم يعد موجود. وتم نشرها وتم اخذت عده تحميلات، وفي ناس قرات الروايه وفي ناس عملت عنها مراجعه. بعدين رحت لدار نشر الكتروني، نشرت ثاني روايه بعنوان هجره النظام غربه اللون وخيانه الحدث. فنشر الالكتروني بيعطيك، طبعا هو اكيد ما في اي مردود مادي بهذه الحاله، يعني انت بالنهايه عم تصنع اسم. ففي البدايه يعني يجب ان تكون هناك تضحيات. فالنشر الالكتروني من اهم اهدافه يعني حاليا اليوم ب 2023 هو الوصول لاكبر عدد من القراء بهدف انك تصنع لنفسك اسم، بحيث اذا رحت انت عمليا قدمت السي في لاي دار نشر او لاي مجله ثقافيه يكون عندك رصيد من النشر قبل مسبقا. مثل ما حكينا انه بالنهايه اذا نحن بدنا ندخل في اعماق عالم النشر فهو عالم معقد، يعني بالنهايه الناشر إذا أنت كاتب غير معروف فهو يقامر بكتابة كناشر، نحن عم نحكي مو كتاجر، هو بالنهاية يعول على المادة الأدبية ويعول على اسم الكاتب. فالنشر الإلكتروني في البدايات يعتبر جيد، يعني للوصول لأكبر عدد من القراء، لصناعة اسم لهذا الكاتب. لكن فيما بعد يعني يمكن أن يتحول الكتاب الورقي، يعني عندما ينشر عام أو عامين أو 3 أعوام يمكن أن ينشر يصبح متوفرا بشكل يعني PDF متاح لجميع القراء. مثل ما حكينا كمان ليس كل القراء إمكانياتهم المادية تسمح لهم بشراء الكتب، واليوم نحن ب 2023 أصبحت الأولويات، يعني في كثير من الدول العربية، وأنا أتحدث عن العرب دائما لأنه أنا أكتب باللغة العربية فأنا جمهوري كله من العرب يعني. فبالنهاية اليوم سواء كنت في المشرق العربي أو في المغرب العربي يجب أن تكون أولوياتك بعيدة قليلا عن شراء الكتب بسبب غلاء المعيشة، بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية. فأحب دائما أن يكون الكتاب في متناول الجميع. نعم هو يهدر وقت الكاتب ويهدر الجهد الناشر وإلى آخره، لكن يحقق قرب من الجمهور أكثر. فإن كان هذا الكاتب كاتب عظيم ولديه منشورات وهو يحقق فوائد مادية من الكتب، فإذا تحولت هذه الكتب فيما بعد أو في وقت لاحق إلى مادة متاحة PDF فهذا الأمر نظير فيه. على العكس تماما هو يساهم في سعة انتشار هذا الكاتب. وهناك نظرية تقول أن الكتاب إذا نجح إلكترونيا يعني حقق انتشار واسع ستتهافت عليه دور النشر لطباعته، يعني نجاح الكتاب بالانتشار هو تذكرة عمر لهذا الكتاب لأنه أصبح كتاب ورقي. يعني بنهاية المطاف المادة هي من تثبت نفسها. فالنشر الإلكتروني أشجع الكثير من الناشرين الذين لديهم مواقع إلكترونية، وحاليا أصبح بإمكانية الكاتب أن يضع هذا الكتاب على موقع مثل أمازون أو كيندل ويتم شراء هذا الكتاب مقابل مبالغ رمزية بسيطة. وبالإضافة اليوم عند موقع أبجد اللي بيحول الكتب إلى كتب صوتية، أو هناك موقع أيضا آخر اسمه قصتين
يحول الكتاب إلى كتاب صوتي، ويستطيع المشتركين بهذا التطبيق الاستماع إلى الكتاب استماعاً. يعني الخدمات الإلكترونية أصبحت متاحة للجميع، وما على الكاتب إلا أن يجد المسارات الصحيحة لتوظيف تلك المادة الأدبية. وهذا الشيء أشجع عليه هو بقوة، يعني لأي إنسان يريد صناعة اسم يتوجه في البداية للكتاب الإلكتروني أو للنشر الإلكتروني إن صح التعبير. وبالتالي هذا الكتاب الإلكتروني سيكون رصيد معرفي له ورصيد يضعه في السي في الخاص به لينتقل إلى المرحلة الأعلى أو الليفل الأعلى، وهو عملية النشر الورقي وتطوير هذه تطوير عملية الاستفادة دعنا نقول من الكتابة. فلا بأس، هناك تضحيات، يعني كل شيء في البداية يجب أن يضحي بها الإنسان. ربما رواية تكتب فيها 3 أعوام وتنشرها إلكترونيا لا تستفاد منها ماديا، لكن تستفاد معنويا من خلال الوصول لأكبر عدد من القراء، لأن الإنترنت حاليا اليوم ب 2023 متوفر لدى الجميع. يعني فمن السهولة بمكان أن تكون مسافر في القطار في الطائرة في المترو فتحمل كتاب وتقرأه أو تستمع إليه استماعا. فأشجع نعم، رغم مثل ما حكينا ومثل ما تفضلت أنه فيها هدر مادي لجهد الكاتب وجهد الناشر، لكن له فوائد يعود بمردود معنوي كبير. يعني أن يرسل لك أحد رسالة على واتساب أو على مسنجر أو على سناب شات ويقول لك لقد قرأت هذه الرواية وأعجبت بها، فهذه الأمور البسيطة تحقق سعادة لأي كاتب، أن يجد أن هناك شخص ما في دولة أخرى في ربما في ظروف مأساوية، مثل وصلتني رسالة من أحد القراء في السودان أني قرأت الكتاب والسودان وما أدراك ما السودان من الولايات التي تعيشها أو من ليبيا. فالنشر الإلكتروني يفتح لك آفاق أوسع لأنه أسهل بالنسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الإنترنت بشكل عام. هلا أنا عندي تساؤل، بالضبط على أي أساس ممكن نقيم أنه تجربة الكاتب فلان مثلا ناجحة أو فاشلة، علما أنه ما في شيء سيء بالمطلق ولكل تجربة سواء في الكتابة أو بأي مجال آخر إلى إيجابياتها وسلبياتها، فيك تنورنا بهذه النقطة؟ تماما. في كثير ناس يعني عن طريق التواصل معهم، في ناس مثلا تبعت لي روايات تدخل لي انهم احمد اذا عندك وقت تقرا هذه الروايه تعطيني رايك فيها. في ناس تدعي الفشل مباشره، تقول لهم يا اخي انا كاتب فاشل وانا لا اصلح للكتاب. هناك وجهه نظر في عالم الكتاب عموما وفي عالم الكتاب الادبي خصوصا، لا يوجد معلم، يعني لا يوجد إنسان يقول أنا ولدت كاتبا. ربما الكاتب يكون طبيب، ربما الكاتب يكون مهندس، ربما الكاتب يكون عامل في معمل، ربما يكون أحد أصدقاء بحار يعني يعمل على متن سفينة وكتب مجموعة من الروايات يعني تصنف في أدب البحر أو في أدب الرحلة، والسيد من اليمن الشقيق طبعا، وتحفة فنية أن يكتب لك رحلاته. يعني حتى هو أدب قائم من أيام ابن بطوطة أدب الرحلة. ففي الكتاب لا يوجد كاتب ناشئ، هذه قاعدة أكيدة. أنا موافق أن من إنسان كتب رواية كاملة متكاملة بشخوصها وبحبكتها وبمقدمة وبانفراج وبعقدة، هذا ليس كاتب ناشئ. على أي أساس نقيم التجربة؟ نقيمها على أساس واحد، القارئ هو من يقيم. كثير من الكتاب ظلموا أنفسهم ولم ينشروا. يعني في ناس تقول لك يا أخي أنا ليس لدي القدرة على نشر الكتاب، فبالتالي أنا لن أنشر الكتاب، وليس لدي قدرة على تلقي النقد. يعني في كثير أمور أنت بتنشرها ممكن حدا يبعث لك على الإيميل أنه هذه الرواية تفتقد للمصداقية أو تفتقد للواقعية أو فيها بعض السهو أو فيها بعض الأخطاء أو فيها في زمان الرواية هناك خلل ما. ففي ناس عندها خوف دائما من القارئ، يعني يعتبر القارئ على أنه وحش، أنه هو هذا القارئ، وخصوصا القارئ المتمرس. يعني نحن أمام في العالم العربي أقسم لك بالله نحن أمام جيل قارئ مخيف. يعني في ناس عمرها 17 سنة تقرأ مثلا لنجيب محفوظ وتقرأ لطه حسين وتقرأ للعقاد وتقرأ للرافعي، تقرأ لأسماء عملاقة في عالم الأدب.
وعندما تقرأ لك هي قادرة على تقييمك يعني بكل بساطة، يقول لك أنت مثلا في هذه العقد كانت العقد مهلهلة، لم تقنعني بموت البطل، أو لم تقنعني بهذا البطل الإشكالي، أو لم تقنعني بهذا السرد المتناوب في بناء النص. فتقييم أي تجربة مبني على القراء، ودائما أي نقد من القارئ هو عملية إصلاحية. يعني عندما تعتمد على نقد القارئ فأنت عمليا في الطريق الصحيح، ومن المحال أن تكون كاتب منذ البداية. يعني باختصار شديد عليك أن تختار المسار. أنت اليوم تكتب مثلا في الأدب الرومانسي، فيجب أن تكون متمكن مثلا من اللغة الرومانسية. أنت تكتب في الأدب السياسي، تكتب في أدب الرحلة، اختيار الموضوع مهم، اختيار التوجه مهم، الإلمام بالموضوع مهم. يعني هناك كثير من كتبوا في الرواية التاريخية، والرواية التاريخية رواية صعبة جدا لأنك تعتمد على تاريخ حقيقي موجود، اللعب فيه بمثابة اللعب بالنار. أنت تتحدث عن تاريخ مكتوب معروف، سواء في خلينا نقول في التاريخ الفاطمي، أو في التاريخ الأموي، أو في التاريخ العباسي. هذا تاريخ معروف لدى الجميع، وهناك ناس يعني فطاحل في هذا المجال. فأي خلل في كتابة الرواية التاريخية لا يعرضك فقط لفشل التجربة خلينا نقول، وإنما يعرضك لمسائلة قانونية في تزوير التاريخ، وخصوصا إذا الكتاب حقق انتشار. فأنت عمليا هون كل إنسان يختار الطريق الصحيح الذي يشعر نفسه بأنه ملم بكل حيثياته، وبالتالي الكتاب لا يوجد فشل. خلينا نقول تجربة فاشلة ربما في مجال معين، ربما لم ينجح في الكتاب السياسي ولكنه مبدع في الكتاب الرومانسي، ربما يكون مبدع في أدب الرعب لكن في أدب الجريمة ليس ناجحا. فأي إنسان اعترف بأنه كاتب وبدأ بمساره ككاتب هو إنسان حقق الخطوة الأولى، هو تقدير الذات، وليس المبالغة بتقدير الذات. يعني مو أنا أقول عن نفسي خلاص أنا ختمت المرحلة سيبو، يعني وصلت لمرحلة لا أنقد. عظام الكتاب يعني إلى اليوم يتعرضون للنقد. يعني نجيب محفوظ حائز على نوبل للآداب، واليوم هو محط أقلام النقاد بشكل مرعب. هذا يعني أن نجيب محفوظ ليس كاتب، هذا أمر غير عقلاني. نجيب محفوظ كاتب رغم عن الجميع، لكن لديه أخطاء، لديه قصص غير جميلة، المتنبي لديه قصائد غير ليست بمقام المتنبي، محمد المغوط لديه هفوات، شكسبير نفسه لديه هفوات. فالخطأ موجود، والتجربة كما تفضلت ليس هناك شيء سيء بالمطلق، وإنما الكتابة عملية تراكمية، تصيب مرة، تخطئ مرة، تفلح في أن توصل رسالة في مرة من المرات، وفي بعض الأحيان تكون روايتك أو عملك الأدبي عبارة عن لغز عصي على القارئ. يعني في كثير من الكتاب مثل داون براون عفوا، ومثل في عالمنا العربي مثل القباني، كتبوا في مجال الرواية رواية اللغز، يتحدث لك عن الماسونية وعن العوالم الموازية، ويتحدث عن أمور معقدة حتى هي صعبة على القارئ، وحققت نجاح لأن هناك من تستهوي هذه الأنواع الأدبية. فبالتالي تقييم التجربة يعتمد على القارئ بالدرجة الأولى. عندما تصل رسالتك إلى القارئ فأنت كاتب ناجح تحت أي ظرف. تفشل في بعض المجالات لكن لا تفشل بالمطلق، تهزم في بعض الجولات لكن لا تخسر المعركة. هلا السؤال الخامس، شو هي النصائح اللي ممكن تقدمها لأي شخص حابب يدخل بمجال الكتابة؟ وهل دراسته الأكاديمية بتساعده أو الكتابة موهبة وبتحتاج لصبر؟ صح، في كثير من الأحيان يقول فلان من الناس أنا درست الفيزياء أو درست الرياضيات أو درست الكيمياء أو درست الطب أو الهندسة، فهذه الفروع بعيدة عن الأدب. لكن في حقيقة الأمر نتحدث هنا عن الكتابة الأدبية، طبعا ربما يكون كاتب في مجاله، يعني يكون مثل الدكتور رحمه الله ناصح عيسى لروحه السلام، كان مؤلف يعني ولديه الكثير من الكتب في مجاله الطبي. يعني حتى نكون واقعيين، أنا يمكن أن الإنسان أن يكتب في مجاله الذي درسه، لكن في الكتابة الأدبية لا يوجد فرع أو اختصاص تدرسه، يوجد ممارسة. يعني ربما تكون طبيب
مثل كما استفتى الدكتور احمد خالد توفيق، طبيب مختص بطب المناطق الحاره، كتب سلسله بعنوان السفاري، يعني طلاب الطب في مصر يعتمدونها اليوم كمرجعيه، يعني موجوده منشوره على تقريبا 54 جزء على ما اعتقد ان لم تخني الذاكره، وطلاب الطب يعتمدونها على انها مرجعيه طبيه نتيجه المعلومات الطبيه الموجوده. فالكتاب يعني لا تعتمد على فرق دراسي درجة أولى، تعتمد على موهبة، هذه الموهبة بحاجة إلى ممارسة. قبل الممارسة القراءة طبعا، هناك الكثير والكثير من القراءة، كما قيل عند العرب أنه كيف تكتب الشعر، قال عليك أن تقرأ 1000 بيت من الشعر قبل أن تكتب البيت الخاص. في الكتابة الأدبية الفكرة موازية تقريبا، عندما تطلع مثلا على مجموعة من الأعمال الروائية التي تعتبر يعني حجر أساس، يعني اليوم مثلا لديك عمالقة في عالمنا، لديك أساطير حقيقية يعني في عالمنا العربي من كتاب الرواية سواء المعاصرين أو الكلاسيكيين. يعني اليوم لو نذهب إلى المعاصرين دعنا من الكلاسيكيين، فغالبية القراء لا يفضلون الكتابة الكلاسيكية. لدينا اليوم من المعاصرين على سبيل المثال الروائي الجزائري وارسيل العرب، يكتب بلغة عميقة جدا، يكتب بأريحية كثيرة جدا، فبالتالي يضعك أمام تجربة في هذه الكتاب. تنتقل إلى بلال فضل روائي مصري، يكتب بلغة واقعية جدا، تلقى الشتائم وتلقى اللغة السوقية موجودة في كتاباته، وهذا أسلوب يحترم طبعا لأنه يقدم رسالة لا يشتم فقط من باب الشتم. تذهب قليلا لأثير عبد الله النشمي الكاتب السعودي طبعا، التي تكتب في المجال الرومانسي، الروائي التونسي الدكتورة خولة حمدي، فكل هؤلاء المعاصرين، نتحدث ونكرر أنهم كلهم معاصرين وموجودين وأعمالهم تنشر، يعني تركوا لنا إرثا عظيما. فكل إنسان لديه طموح الكتابة عليه بالدرجة الأولى أن يكون قارئ محترف، أن يعرف كيف يقرأ، أن يشكل قاعدة أو قواعد إن صح التعبير متينة من اللغة، لأن الكتابة تعتمد بالدرجة الأولى على التعبير. أنت حتى توصل أفكارك بحاجة إلى أبجدية، في كثير من الأحيان تتعرض لشعور داخلي بالصدمة، بالخيانة، ربما بالخذلان، ربما بالخيبة. يقول المثل أني لا أجد لغة تعبر عما أشعر به، وهذا أمر واقعي. فكيف تعبر عما يجول في خاطرك؟ يجب أن يكون لديك لغة، لديك خزين لغوي، ذخيرة لغوية كبيرة، حتى تستطيع كتابة سرد متكامل. فأي كاتب يريد أن يصبح كاتب عليه أن يتحلى بالصبر بالدرجة الأولى، ويكثف من قراءاته وينوعها قدر المستطاع. يقرأ المترجم، أدب المترجم، يقرأ الأدب الساخر، يقرأ أدب الرعب، يقرأ حتى يعني للقدماء والكلاسيكيين ليعتمد بعض أساليبهم، وبالتالي يشكل لنفسه هذه الخزين أو هذه الذخيرة أو هذه القاعدة، وينطلق في الكتابة بشكل تدريجي. فرضا أنا أحب كتابة الرواية، أبدأ بالقصة، أحاول صناعة قصة، ومن ثم أطور تلك القصة لأصنع منها حدث روائي متكامل. خطوة بخطوة سيجد أن أسلوبه سيتحسن تلقائيا، سيخطئ في بعض المجالات، سينسى بعض الشخصيات. يعني في كثير من الروائيين حتى على مستوى رفيع تقرأ الرواية فتجد شخصية ماتت ضمن الأحداث وأنت لم تعرف ما هي نهايتها، أمر طبيعي جدا. رواية تكتب على مدار 6 سنوات فرضا، فبدأ بشخصية فلان وهذه الشخصية اندثرت ولم يعرف القارئ ما نهايته، لكن مع الممارسة يصبح الكاتب أكثر إحكاما وأكثر حزما اتجاه عوالم الرواية وينجح في ذلك. وهذا أمر يعتمد دائما على التحلي بالصبر وعلى تكثيف القراءات وعلى تنويعها. دائما نوع في قراءاتك وحاول أن تكتب، عندما تجد لديك الرغبة في الكتابة اكتب، اسكب أفكارك على الورق، واليوم لا يوجد ورق طبعا، اسكب أفكارك على الوورد، على مذكرات تليفونك، على أي مكان تجده مناسب لسكب تلك الأفكار، حاول إعادة صياغتها. دائما في لحظة الكتابة حاول أن تستحضر القصة كاملة، حاول أن تبنيها خطوة بخطوة، ستجد وكأن الأحداث تسير أمامك وكأنك تعيش مع الشخوص، وبالتالي تستطيع أن تنجح. من أهم عوامل نجاح الكاتب إيمانه بنجاحه،
ثقته بهذه الموهبة التي يمتلكها. في حال كان يحترم مادته الأدبية فهو يفرض احترامه على أي ناشر، على أي جهة ستتبنى عمله، وربما يتحول إلى كاتب سيناريو. يعني أحمد مراد الكاتب المصري المعروف كتب الفيل الأزرق، من يعني من أروع الروايات التي كتبت بعد أن أقول في الخيال العلمي الاجتماعي، وطورها وأصبحت فيلم، يعني وفيلم حقق إيرادات مهولة. وهذا نجاح، أن تتحول من كتاب السردية إلى كتابة السيناريو، وكل ذلك إيمان الكاتب بأنه قادر على صناعة المستحيل، قادر على أن يصل رغم كل المعوقات، رغم كل الظروف، رغم كل المحبطين. مجال مثله مثل أي مجال، يعني مستحيل أن تجد طبيبا أول ما مسك المشرط نجح، أخطأ وهناك أخطاء كارثية، فأي إنسان لا يقف عند الخطأ الأول ويحاول أن يتابع. النصيحة الأهم، آمن بأنك تستطيع وستنجح بكل تأكيد، ستنجح، والله ولي التوفيق إن شاء الله. تحلق عمليا، أنا لازم أسألك أبو حميد، شو رأيك؟ شو سألني؟ تمام. خلال معرفتي فيك بالسنوات السابقة، مثل ما تفضلنا في بداية هذه الدردشة اللطيفة، إحنا اجتمعنا كثير بالعمل التطوعي. العمل التطوعي كان جزء لا يتجزأ من مرحلة الشباب والمراهقة في حياتي. أنا صرت أنظر لتلك المرحلة على أنها مرحلة شباب لأنه هرمنا. لكن في بداياتنا دائما كان العمل التطوعي عمل جزء من يومياتنا، يعني أن تندفع للعمل التطوعي دون مقابل، أن تقدم خدمات للناس دون مقابل، وكأنه هذا الشيء تجذر فيك وبشخصيتك. سؤالي لك أبو حميد، إيش قد هذا الشيء ترك فيك أثر إيجابي فيما أنت عليه اليوم؟ يعني أنت اليوم تدير المجموعة الهندسية وتستطيع قيادة بودكاست ولديك أساليب وأدوات للحوار، كم كان للعمل التطوعي أثر في حياتك، وكم هو مهم أن تترك مثال وحيز في حياتك للآخرين، أن تقدم بدون مقابل للآخرين؟ سؤال كتير حلو. العمل التطوعي بالنسبة إلي هو ثقافة، يعني أنا لحد هلا مستمر بالأعمال التطوعية، حتى عندي كل أربعي في نشاط للصليب الأحمر هون، إنه هيك نشاط بسيط، إني بروح وفي نساء مثلا أو صبايا مثلا من أعمار 14 سنة لحد أعمار مفتوحة حتى لعمر 40 سنة 50 سنة وأكبر، يعني بيجوا لحتى يتعلموا سواقة البسكليت هون. فلما نبدأ بالنشاط بيجوا النساء والبنات يعني ما بيعرفوا يسوقوا البيسكليت. شعوري بنهاية النشاط هذا فقط الشعور، وقت اللي أنا عم شوف إنه عم نعطيهم بسكليت آخر الشيء أو عم يطلعوا عم يسوقوا بسكليت باليوم الأخير، هذا الشعور ما لي بصر. طبعا هذا مستمر، يعني عندي أنشطة تانية كمان، وقت تشوف الضحكة على وجه الناس حس إنه هذا الشيء بيدفعني إني أستمر بالأعمال التطوعية، فهي بالنسبة لي ثقافة. بس نحنا لازم نضبط ما بين الحياة الشخصية والحياة العملية، ما بين العمل التطوعي. صحيح. فالموسوعة الهندسية اسمها موسوعة هندسية، فهي عمل خيري، عمل تطوعي، وهي جانب أنا بدي أفصله عن الجانب الصناعي اللي هو تابع لنفس المنظومة. لا يمكن أن يكون التنتين مع بعض، لا يمكن يكون معمل وعمل وعمل تطوعي. صح فهوني صح وقت الإنشاءات أنا هاي المنظومة كان في خلط بالمفاهيم، رغم إني أنا عملت دراسة للمشروع، يعني بداية المشروع عملنا دراسة وخططنا وكذا،
وبدأنا بالمشروع وقلنا عم نشتغل عليه فترة طويلة يعني، بالسنوات يعني، ما انه مثلا باليوم اليومين. عم تسمعني؟ مية مية، أنا معك وفخور فيك جدا. الله يسلمك يا رب. إيه، فأنا النقطة بالنسبة إلي رح أحدد يعني، حدد أفصل بالفترات القادمة بكل الجوانب عن بعضها. عمل التطوع رح أعطيه حقه، رح يكون مربوط بالواقع يعني. فكرة الموسوعة الهندسية وكعمل تطوعي وعمل على الإنترنت هي فكرة شوي صعبة إنها تنفهم، بدك أشخاص حقيقيين على أرض الواقع تتواصل معهم لحتى تفهم هاي الفكرة بالنهاية. حتى لو أنا قد ما بسط لك العملية، بالنهاية العملية معنى بالأمر سيدي، تستهدف لطلع طاقات الناس. عرفت كيف؟ بالتأكيد أنا عم بدرب مثلا أشخاص، عم حاول أتواصل معي لطلع طاقته لحتى هو يستفاد منها، مو أنا اللي أستفيد، تماما. أنا ما بدي أستفاد منه. فأنا بدي أركز بعمليتي بالداخل المدينة اللي أنا فيها، إني تطلع منظومة حقيقية لتدير هاي العملية بكل أنحاء العالم. هيك إن شاء الله المحور الهدف. اللي بدنا نضغط عليه نشتغل عليه، وهيك الخطة يعني. وإن شاء الله بيكون في بودكاست جاي مثلا ممكن نحكي كيف أنجزنا هاي العملية رغم تعقيدها. لكن هيك إن شاء تصوري الله للفصل ما بين الأمور مهم جدا. يا سيدي، إن شاء الله بالتوفيق الدائم. وهذا الشيء ليس غريب عنك، يعني أنت إنسان كل عمرك مندفع بهذا العمل، وبالتأكيد ستحقق ما تصبو إليه. وكل شيء بالأسرار، يعني أنا اليوم وقت اللي عم بسمع هاي الإنجازات أو عم أطلع عليها، أنا صدقا فخور فيك. يعني رغم الظروف اللي كانت في سلمية في مرحلة من المراحل، ورغم هيك لا تزال سلمية ولادة، ولا تزال سلمية قادرة على يعني تصدير شخصيات هيك مثلك. بتمنى لك كل التوفيق يا صديقي، وإلى لقاء قريب كما قلت، يا أما بالنرويج يا أما بالجزائر أو في بلد ما إن شاء الله. إن شاء الله. هل أنت حابب توجه كلمة للمشاهدين المتابعين؟ أول شيء بوجه الشكر إليك خاص، هذا إليك أنت، بتشكرك طبعا على هذه اللفتة، يعني اللي سعدت إني شفتك فيها في بداية الأمر. سعيد بالاطلاع على إنجازاتك. أحب أوجه كلمة لكل إنسان مر في حياتي، يعني في هذه اللحظة أو أي حدا عم يشوف هذا الفيديو عن طريق التلفزيون، لكل إنسان في كل أصقاع الأرض، يعني كان له تأثير إيجابي في حياتي، ترك فيني بصمة لا أنساها. في كثير أشخاص طبعا، أولهم الأهل اللي لنا سنوات ما شفناهم، بحب أقولهم أنه أنا لولاهم لا شيء، ولولا دعائهم بالنهاية الإنسان ولا شيء. الوالد والوالدة طبعا، وأخواتي هذا أكيد أمر مفروغ منه. ولكل إنسان يعني مر في حياتي وترك في أثر إيجابي، رغم أنه في ناس يعني شاءت الظروف أننا افترقنا، شاءت الظروف بطريقة أو ما، وكان للقدر لعبة قوية أن فرقتنا، سواء على أرض الواقع ولم تجمعنا السبل، كانت معرفتنا فيهم يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، لكن معرفتهم مكسب وتركت آثار كبيرة. أتمنى لهم التوفيق جميعا، ولكل إنسان في يوم من الأيام ساهم في أن يصنع أحمد أو إسماعيل الذي تراه الآن، أشكره من أعماق قلبي، يعني سواء بصناعة إيجابية أو سلبية. لكل إنسان محفز في حياتي أوجه له تحية، لكل كاتب أو كاتبة دفعوني يوما إلى الأمام خطوة، لكل إنسان قدم لي نصيحة، لعمتي هنا في الجزائر التي احتضنتني طبعا لا أنسى ذلك، أنها هي كانت سبيل وصولي إلى الجزائر وساعدتني كثيرا يعني في التعرف على المجتمع الجزائري. وأشكر الجزائر يعني وكل الجزائريين الأصدقاء الذين أعيشهم بشكل يومي، وأصبحت جزء لا يتجزأ منهم، وأصبحت يعني سوريا منشأ وجزائريا هوى. لكل هؤلاء الأشخاص في كل أصقاع الأرض أقول لهم أني أشكرهم من أعماق 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 أعماق.
طبعا الشكر إلك، الشكر للوقت اللي هلق انبسطنا واستمتعنا فيه كثير، وشكرا لهي الأفكار الغنية اللي أغنيتنا فيها، وشكرا لأنه هلق الساعة 2 بالليل نحن عم نسجل، أخذت معنا وقت 2 ساعة تقريبا، بحكم العمل عندك والعمل عندي فتصادف الوقت في صعوبة يعني، فقررنا نعمل صح عمل ليلي. أنا بتشكرك كثير على الوقت اللي قدمته إلي وقدمته للمشاهدين، وأغنيتنا فعلا بأفكار جميلة جدا ونوهتنا على موضوع الكتابة يعني، وأنا سعيد باللقاء، وإن شاء الله يكون لنا لقاء قريب. إن شاء الله يا رب. فخور فيك أبو حميد، ووفقك الله فيما تصبو إليه يا سيدي.